ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الروتين ديالي. ها بناتي كيلعبوا هنايا المشاكسات. نور زوزو يلا وقفوا وقفوا باش نوريكم. هانتوما هذا هو الروتين ديالي. البسه هما البنات بيجاماتهم، درت ليهم في طياره يفطروا. الفرماجه البنات اللي كنت شريت معكم ديك المره 2 كيلو ب 13 اورو. الغزالات ديالي عند اف باك. بالنسبه للناس اللي كانوا باقي ما شافوش الفيديو يدخلوا عندي لذاك الفيديو ويشوفوا يسمعوا يستافدوا من الفيديو. المهم الغزالات ديالي شوفوا انايا صايبتهم في هاد لي ساشي هادو هنايا كاملين، وغادي تحطوهم البنات في الفريغو على هاد الشكل هذا. ما تحطوهمش هكذا، غادي يعذبوكم، حيت انا واحد ما كنتش كنعرف اول مره وجديتهم حطيتهم هكا، يعني كتعذبي. اللهم من الاحسن غديري لهم بلايصه في الفريغو وحده على وحده بحال هكذا صافي، وكتحشيوهم في الفريغو على هذا الشكل هذا، وملي كتبغيو كتجبدوا بطبيعه الحال للثلاجه. المهم انا وحده غنحطها في الثلاجه، ملي تقرب تسالي نجبد عاوتاني وحده اخرى. المهم الغزالات ديالي الصراحه كيتقام رخيص وكيتقام زوين. هنا البنات راه اكثر من هنا نقولوا تقريبا شي 300 غرام اللي عندي هنايا في الخنيشه، وتصوروا معايا 250 غرام راه البنات 19 وغير 250 غرام، وهذا كيتقام. انتما كيف ما كتشوفوا قلت لكم كيتقام البنات رخيص. ها هو دابا انا غنديرو ان شاء الله في الفريغو. انتما شوفوا انا لابسه غندي هادو، ها هما فين بناتي. المهم دابا غادي نخرجوا البنات. المهم غادي نخرج البنات. ها بناتي لبستهم، حتى انا لبست، غادي نخرج نديهم يلعبوا شويه ونفوجوا شويه ونشوفوا الناس ويشوفونا الناس. المهم غادي ان شاء الله غنقولها لكم في الانستغرام باش اللي بغى يمشي يمشي، واللي ما دخلش عندي الانستغرام يدخل عندي. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا ما تمشيو فين. انا خرجت، ها هما بناتي، بنتي العزبه ديالي الكبيره ديالي هي البنات راها جايه، وغادي نمشيو ان شاء الله، غادي ندوزو ان شاء الله واحد النهار زوين في هوش بارك. دايرين الالعاب، دايرين المشاوي، الماكله التركيه، المهم داكشي كتلعبوا كتخلصوا على ما اظن، والماكله حتى هي كتشري وكتخلصوا. المهم الغزالات ديالي اليوم غادي ندي ليها بناتي فوجو ونفوجو حتى حنا ونشوفوا الحباب. المهم الغزالات انا غاديه دابا وخليكم معايا. وصلنا، شوفوا هنايا الباركي في هوش بارك، لان عارفين الناس غيكونوا بزاف، الباركيات هادو هكذا واقفين وهادو جايين هكا طول، حتى انايا حطيت الطوموبيل هكذا طول هكذا. شفتوا البنات لانه عامر. مهم الهيها راه كيبان لك كلشي مطرطق، راه الباب هذه هي منين غندخلوا ان شاء الله، هذه اللي كتبقى هنا ديال الالعاب والبارك ديال الدراري الصغار. ندخلوا البنات نشوفوا يا اختي. البنات هانتوما راه النشاط والتصفار ودايرين اجواء الوليدات الصغار. المهم هنايا هاد الجهه هذيك دايرين ترامبولين للدراري، ماشي ترامبو، المهم هنايا في دوك الالعاب ديال الدراري ما عرفتش كيسميو باباهم عرفت انا البنات. هانتوما هنايا هنا فين جيت لبناتي الدراري الصغار السعاده ديالهم هو هذا، هو هاد الشيء هذا. ملي كيكون بحال هاد الشيء البنات انا كيعجبني نجيب بنياتي يلعبوا. شوفوا بناتي فرحانين. غيلعبوا يلا سيروا يلا انتشروا انتشروا يا فتيات. غنديهم لهيه نضرب بكم عاوتاني دوره نشوفوا شنو كاين. دايرين اكلات انا ما كليتش زعما غير فطرت، فطرت يا اختي تشوفي بان لي شي حاجه زوينه نقصي. بنات الانشطه كيصبغوا لهم هنايا الوجه ديالهم. المهم كل بويستو شنو فيه هنايا، دايرين البنات الاكلات، دايرين لهم هنايا اين اويغو يعني البوب كورن. المهم هادشي باثمنه جد مناسبه. وهنايا عاوتاني هانتوما اجي ولا اجي باش تشوفي شنو غتاكلي. هانتوما البنات، هانتوما البنات، هانتوما هنا الناس جالسين المشاوي. نعم سيدي، وكلشي ديال الاتراك حلالا طيبه. هانتوما غنمشي واخا حلال واخا تواركه غنعاود نسول، لان هنا اصلا القزاره كلهم تواركه. مشاوي هانتوما
هنايا بطبيعة الحال الحلويات هانتوما كيف ما كتشوفوا هادشي غير ب 50 سنتيم 1 اورو. هما كيطوعوا من بعضياتهم كل وحده شنو كديرها البنات في دارها وكيجيبوا بحال هادي. هادي هاد السيده هادي عجات ماما متطوعه البنات هانتوما هادي ب 1 اورو يعني اثمنه جد مناسبه. هادي 1 اورو 15. هانتوما الاكلات التركيه. اجي نشوفوا هنايا الماكله. اجي غزالكم ماماكم. هنايا الاكلات البنات المملحات وشلاضه وهذا الشيء. هذا انا ما عرفتش هذا الشيء بشحال كيديروا لي. هنا البنات خمسه د الوحدات من هادو باورو، وحده من هادي باورو، هادي معلقه كبيره باورو، هذا عاوتاني. ها نتوما والله الاثمنه زعما الصراحه مش وجيعه. ها نتوما لي هاد البنات فشتوك اوند ديز او اوند باس او او يامي يامي كوك مالي واو ديالك. المهم شنو بغيتي؟ يا اليس جود اوند ايش ايش مش ديز البنات قلت لها انا بغيت من هذا اللي عاد تحل. انت ما كاتب انتما راه كيتفاهموا على الثمن. المهم هنا غير متطوعات كل وحده شنو كتجيب وكيجمعوا يمكن هذا الشيء صدقه في سبيل الله كما كنديروا حنايا المغاربه. ديزا ديزا يا ديزا بيفي الكوستد او خفن في شتوك 1 اورو ناين. ديزا ديزا يا ناس هما خمسه طريفات. قالت لي غير ثلاثه. قلت لها لا اختي بحال اللي حسبتي لي الاخرين ما نتزاقوش. يا ليتس جود. المهم دايره بوتنجال دايره الفلفله دايره دانكو شون اوند ديزا اوخ يا ديزا ديزا يا ليتس جود اوند ديزا اوخ. واس از داس كارتوفل؟ اوكي اين اين يا ثلاثة. هانتوما هذا هو الغدا ديالي انا وبنتي كيف ما كتشوفوا. هاد الشيء البنات هاد الشيء كله بكوكا كولا هاد الشيء كامل ب 10 اورو البنات. اثمنه جد مناسبه جدا. هانتوما وحنا جالسين هنايا مع الحباب ومع الصحاب اجواء زوينه. عاد غندي بناتي غناكلوا ندي بناتي يلعبوا مساكن صافي. هاد الشيء اللي كاين. هينا واش واش شكل لي لواش ورا شيا غير فطرت ورقدي بالبنات الحكاية راه طويل. طلعت هانتوما هنايا الألعاب البنوتات ديالي هما كيلعبو هنايا. هانتوما أنا هنا مقابلاهم كيف ما كتشوفو. هانتوما هنايا الألعاب كلها ألعاب. هادشي شوفوا البنات هاد بوتنجالة هادي سدين ليها فمها بالبطاطا. عرفتوا شتي البنات عندهم بنين تبارك الله ما شاء الله. ليكا ليكا يا اختي اللي شهيتو سمح لي. ها نتوما ديالي هنا ديا هاد الفلوسات. قال لك لالا بغات دير شمين طالين بغات دير فراشه في وجهها هنايا. نشدو الصف اختي معاه حبابنا وصحابنا. ها هنا هنا كيديروا الحنه. ها هنا كدير لهم الحنه وكترسم لهم في اليد وهنا البنات كيديروا لهم يعني هذا الشيء. هذا الدراري الصغار زوين حتى هما مساكن كيرتاحوا من داك ستريس ديال سيرواجي وديك النوضات الصباح. انتم البنات قالت لها بغيت ندير فراشه. ها هي بنتي حتى هي شاده مراس بزوزو نور. غدير لهم البنات فراشه عندهم الكتالوج كيديروا لهم اللي بغاو. مساكن الوليدات نفرحوهم حتى هما ملي كتكون المناسبه كنخرجوهم حتى هما كيحيدوا داك الستريس كما قلت لكم وكيفرحوا وكيجيو حتى هما عاوتاني عيانين للدار. بالنسبه للك الامهات اللي كيبغوا حتى هما يرتاحوا بالليل ديري عشيوه انت وراجلك وداك الشيء. المهم انتما كيف كتشوفوا البنات شوفوا يا اختي شوفوا يا اختي شحال زوينه بنتي دارت الزاز يا اختي. ها انتما وهذه هذه الصغيره ديالي زوزو جالسه حاطه الصف. ها انتما البنات شوفوا فراشه دارت ليها والبريون يا اختي. ها هي دير لها بحال اختها. هادو المهم الغزاله دايرين هادو انتما كيف ما كتشوفوا. هادو اللي بغى يهز يهز انا غادي نهز واحد جوج ندير لهم بحال هكذا.
يخليك لي لي يا غزالي وطير معاك في العلالي ما خلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. ما كيف ما كتشوفوا انا يلا دخلت لداري هانتوما يلا حيت غلف ليله وقلت نشارك معكم واحد الحاجه. ملي مشيت لبنات انا ديت بناتي راجل عييت لواحد السيد علق لي الريدو اللي كلكم كنتوا قلتوا لي عافاك شاركيه معنا عافاك شاركيه معنا يلا واحد جوج ثلاثه هو البنات ها هو الغزاله ديالي هذا هو الريدو شو تبارك الله العقبه ان شاء الله لشي صاله. هانتوما البنات شفتوا كي جا جا غزال رائع جدا. شوف انا غنقرب لكم هنايا كيف جا هانتوما انا درت هاد الثوب هذا اللي كنت وريتكم عرفتوا كي جا راه البنات في يعني انفاصليك الحاجه ماشي هي في التليفون ومع الضوا وما عاطيش حقه. المهم ها هو البنات هانتوما الغزاله جا غزال جا زوين عرفتوا البنات بدل من الدار سبحان الله بدل من الدار تقولوا الدار ماشي هي لقى لي هذه غير هذه شويه كدور خصني تنطلع ليها انا ونقادها واحد شويه. ها نتوما اللاتي اللاتي يا خواتاتي هي لصقات ليا كاع في المسائل الرياضيه اختي انا عزيز عليا داري تكون متوله ومقاده يا اختي واللي قاديناها راه مزيان. ها نتوما هذه اللي كنت صاوبت هذه اللي كنت اختاريت هكذا كتجي هكذا في الوسط غزاله. ها نتوما البنات شتو هذا هو الريدو ديالي ومازال غنحلق عليه بشي العيبات مازال غنشري ليه شي العيبات شي تويشيات وغنحلق عليه. ما شاء الله جا زوين. المهم الغزالات ديالي غادي نخليكم دابا حتى نكملوا ان شاء الله الفيديو يلا سير على بركه الله. الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا اسماء دخلات الدواش دوشت لبنياتي بطبيعه الحال ودابا البنات غادي ندوش انا وكيف ما كتشوفوا البنات هادو غادي ندير هاد الشميعات هادو هادو البنات كانوا معلقين في الشجره في وش بارك شفت كاع الناس كيهزوهم حتى انا بديت ناخذ وقلت علاش لا اسماء اليوم السبت بنادم يتهلا في راسو يدخل اختي يدوش ويدير الشموع بنادم يتهلا غير في راسو ماشي زعما ديري على شي حاجه ولكن اختي بنادم مولي يتهلا في مخو. المهم قلت البنات تا انا يا غادي ندير وطحت عليا الفكره اني نصاوب هكا غير هو البنات انا ما ننصحكمش بهذا الشمع هذا بالاخص اللي عندها الوليدات ما ننصحكمش بهذا الشمع. انا دائما كنشري الشمع ديال بلاستيك غير دابا غادي نساليه ونطفيه. ها الشمع البنات اللي كنت شاركت معكم بلاستيك غير هو الضوء الحجره سالت ليا هنا كيف ما كتشوفوا. ها انتما يا خواتاتي انا غادي نسالي وخليكم معايا. هاد الباكيه هادي البنات خديت عندي بزاف الباكيات من هاد الشيء عندي هذا الفاني والشوكولات وديال الشوكولات كحل وعندي عاوتاني ديال الخضر والفواكه ولكن البنات فيهم واحد الريحه غزاله. مهم خليكم معايا غنهز هذا فيه نكهه الاناناس كاينه البنات في هذا كاين في اكسيون اللي كنت شاركته معكم فيه واحد الريحه البنات ما نعاودش ليكم كيف دايره واحد الريحه خطيره وكيعطي اللون صفر واختي كنكمد عظامي ولحيمتي كتهز ريحه زوينه. وهذا هو الروتين ديالي البنات من بعد ما كنكون خارجه مع وليداتي بنادم كيعرق كيجي عيان وكنقول حتى انا نترولاكسا واحد شويه راكم عارفين مع السبت يعني غد ليه ما كاينه لا مدرسه لا والو بنادم كيرتاح ايوا قلت نترولاكسا واحد شويه ونتقاسم مع خواتاتي وندير لكم حتى نتوما ندير فيكم شويه د النفس تهلاو في راسكم وتهلاو في راسكم وتهلاو في راسكم كيف كنقول لكم ديما. ها نتوما ها هو بقى هاد الحبوب هذا هادشي اللي كيبان لكم هنايا كحال وصفار والشكل اللي كيبان لكم كله كيبري هذا البنات غير ديك الملحه بقى مازال عاد غادي تذوب كلها. نتمنى لكم فرجه ممتعه شكرا لكم شكرا على دعمكم شكرا على الكلام الجميل شكرا على الناس اللي كيتلاقوني وكيبقاو يشكروني الله يحفظكم الله يسهل عليكم الله يسهل امركم. هو هذا غزالات هانتوما كيف كتشوفوا وغادي نوريكم واحد الحاجه هذا هو اللي كنت قاسمته معكم ديك النهار البنات هذا زوين بزاف بزاف بزاف. شوفوا قلت هذه المره الا مشيت نزيد منه ناخذ 6 تشربي فيه كيف ما هما كيشربوا فيه عيران حتى انا الا كانوا عندي الضياف نحطهم هكا تقليديين بلديين دايرين بحال ديال المغرب. وقلت انايا ملي كنكون هنايا في الحمام كيجيني العطش غادي نحطو الغزالات
الغزالات ديالي حدايا. ها هو ايه ولا اتمنى لكم كل السعاده وكل التوفيق، وان شاء الله كما قلتوا لي. شكرا لكم، شكرا على النصائح ديالكم الجميله. بزاف اللي كيقول لي دخلي اسماء الروتينات باش يدخلوا عندك الناس من انحاء العالم، دخلي اسماء الروتينات باش كل شيء يدخل عندك، وراكي ناجحه في قناتك وقناتك زوينه وتستاهلي المليون ومفيده وكنستافدوا. الحمد لله الشكر لله، هذا هو كل شيء. وشكرا لكم خواتاتي، ونتمنى لكم كل الخير والسعاده. هذا هو الروتيني، ودرت لكم حتى الروتين تاع الحمام. وشكرا لكم البنات. وبعد قبل ما نقطع انا غادي نوريكم واحد الحويجه، غادي نحط هذا هنا وغادي نوريكم البنات الصابون البلدي. اليوم اختاريت هذا الصابون البلدي، هذا ديال الورد ان شاء الله. غادي نديرو للحمه ديالي، وفيه واحد الريحه رائعه جدا بالنسبه للناس ديال المغرب. نتمنى انتم تجربوه، زوين زوين وفيه ريحه واعره البنات. مهم هانتوما كيف ما كتشوفوا عندي حتى هذا الغسول، هذا البنات غسول بالعكار الفاسي حتى هو. ان شاء الله دابا ندير لكم الطريقه ديالو كيف كنستعملو. وشكرا لكم البنات، والله الله يخطيكم عليا، وشكرا بزاف، وباي باي عليكم، تصبحوا على خير. نتمنى لكم ويكند زوين دوزوه.